استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في ضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة على جسر وادي غزة بوسط القطاع، فيما أصيب 3 آخرون بدير البلح جراء استهداف طائرة مسيرة بمحيط مسجد البلد القديم. هذا وانتشرت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزلها بعدما تعرض لقصف صاروخي في مخيم النصيرات.